برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من ماما شادو. معظم ولادنا من أطفال التوحد لما بيكونوا يعني بيتعرضوا مثلا لأي تواصل اجتماعي سواء داخل الأسرة أو خارج الأسرة بيبقى عندهم مشكلة في التواصل سواء لفظي أو غير لفظي، وطبعا بيكون ده بيسبب لهم مشكلة كبيرة إن هو لما بيطلعوا بره في الشارع بيكون عندهم عدم تواصل، فبيؤدي إلى إن هم يبقى بصراحة كده في تنمر، الناس بيقولوا اه لا ده دول مش طبيعيين، فبيلفتوا النظر والانتباه. هل ده بيرجع ان الاسره مش قادره تدربهم كويس نتيجه الجلسات اللي بياخدوها مثلا الاولاد غير كافيه؟ طبعا فالام بيكون عليها 90% انها تدرب اولادها ازاي يقدروا يتواصلوا لفظيا ويتواصلوا اجتماعيا. بصراحه هو الموضوع بيبقى كبير جدا ومحتاج يعني جلسات ومحتاج شغل كتير جدا من الاخصائي ومن الاسره، وطبعا اكيد برضو احنا كامهات معلوماتنا ما بتكونش كبيره قوي عن موضوع المرض او الاضطراب، فعشان كده النهارده حبينا قوي ان احنا نسلط الضوء على ازاي الاسره تقدر تدرب ابنها على اساس ان هو يقدر يتواصل لفظيا ويقدر يتواصل اجتماعيا. فاكيد هيكون طبعا الموضوع ده مهم جدا لحضراتكم، وهنعرف اكتر عن موضوع التواصل اللفظي والتفاعل الاجتماعي مع الاستاذه الدكتوره علا سلمان استاذه التوحد بكليه علوم الاعاقه. مرحبا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور عايزين نعرف من حضرتك يعني ايه التواصل اللفظي وايه اشكاله او ايه اشكال التواصل عموما؟ هنقول في بداية الكلام ان اضطراب طفل التوحد فرض على اصحاب هذا الاضطراب بعض السلوكيات او بعض السمات والخصائص، منها نقص او عدم قدرة التواصل عند هؤلاء الأطفال. طب إيه أشكال التواصل اللي إحنا بنسعى إن إحنا ننميه أو بنسعى نطور منه مع هؤلاء الأطفال؟ أول حاجة التواصل البصري. شكل من أشكال التواصل هو التواصل البصري. التواصل اللفظي، اللفظي عن طريق الكلام، عن طريق الاستماع، عن طريق إن الطفل يعرف يتكلم بصورة شبه طبيعية، مش هنقول بصورة طبيعية لأن الاضطراب فارض شروطه على هؤلاء الأطفال أو فارض ممارساته على هؤلاء الأطفال. التواصل غير اللفظي عن طريق الإشارات، الإيماءات، حركات الجسد، نظرات العين. التواصل ده بيساعد الطفل فيما بعد على إقامة العلاقات. طيب إحنا عندنا محك من محكات التشخيص لأطفال التوحد قصور في التواصل. قصور التواصل دوت نتج عنه قصور في التفاعل الاجتماعي، قصور في الانتباه، قصور في التفاعل مع الآخرين. علشان كده ما بنبتدي ندرب أو أطفال التوحد بنبتدي ندربهم الأول على القصور اللي أدى لقصور. فبنبتدي ندربهم على التواصل بأشكاله المختلفة، سواء التواصل البصري، سواء التواصل اللفظي، سواء التواصل غير اللفظي. طب إيه الفرق بين التواصل اللفظي والتواصل غير اللفظي؟ التواصل اللفظي عن طريق الكلام، إن الطفل عنده قدرة على إنه بيتكلم، بس بيتكلم في سياق مش مظبوط. بيتكلم مشكلة أطفال التوحد في الكلام إن الجزء اللي بيتكلم فيهم بيتكلم كلمات غير مفهومة، مش في وقتها، كلمات مفردة. طيب والجزء اللي بيتكلم بصورة أحسن بيقابله مشكلة تسمى مشكلة الإيكولاليا. الإيكولاليا هي مصادات الكلام أو طفل التكرارية أو طفل البغبغاء، اللي هي تكرار الكلام اللي بيسمعه، فتلاقيه بيسمع مجموعة من الكلام أو مجموعة من الجمل يا بيكررها في وقتها اسمها الإيكولاليا الفورية، يا بيكررها فيما بعد أو في وقت لاحق اسمها الإيكولاليا المؤجلة. فأنا عشان أبتدي أدرب الطفل دوت على التواصل اللفظي بطريقة سليمة لازم أشوف مشكلة التواصل اللفظي عنده إيه. هل كلماته مفردة فما بيقدرش يكون جملة سليمة، ولا عنده مشكلة زي الإيكولاليا اللي هي تكرارية الكلام، فابتدي أدربه على تقليل سلوك الإيكولاليا أو تقليل سلوك المصادرة. طيب بعد ما بدرب الأطفال المفروض بعرف الأم أو بعرف الأسرة، لأنها جانب أساسي معايا في مرحلة التدريب. الأسرة لو تعاونت مع الأخصائي أو مع المركز اللي موجود في الطفل بتمشي بطريقة سريعة جدا 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 في تدريب الطفل وفي تأهيله وفي سرعة إنجاز الخطط التأهيلية معاه. النتيجة بتبان أكتر، النتيجة بتبان بصورة سريعة جدا، لأن بيتدرب في المكان دوت كم عدد معين من الساعات وبيروح الأسرة بتكمل معايا، فأنا والأسرة بنكمل بعض، بل بالعكس دور الأسرة ممكن يكون أعلى كمان من دور الأخصائي. حضرتك هتواجهنا مشكلة، طب الأسرة مش عارفة تتعامل مع الأخصائي. في دلوقتي ورش اتعملت في أماكن كتير جدا جدا جدا، كليات العلوم الأعاقة اللي اتفتحت على مستوى الجمهورية في بيعملوا ورش للإرشاد الأسري لأسر الأطفال ذوي الاحتياجات بشكل عام. بشكل عام
كان في مشاريع بورش تدريبيه للمعلمين كمان اللي ما بيدخلوا هؤلاء الاطفال للمدارس، كمان كان في ورش تدريبيه للمعلمين ازاي يتعاملوا معاهم. فالوقت بقى وقت ذوي الاحتياجات، كل مكان بتلاقي فيه دلوقتي تدريب لهؤلاء الفئه. طيب التواصل بعد ما نميته وبعد ما بقى شبه طبيعي مع الطفل بيؤدي الى نمو علاقات تفاعلات اجتماعيه بشكل طبيعي او بشكل مقبول. مع ان الطفل كان عنده الاول كسور، فانا عشان بقول لحضرتك نمينا الكسور اللي ادى للكسور، نمينا الكسور في التواصل فادى الى ارتفاع التفاعل. يعني دكتور التواصل اللفظي او التواصل الغير لفظي بيؤدي لتحسين مهارات الطفل التوحدي للتفاعل الاجتماعي؟ طبعا. هو التفاعل بيجي عن طريق الكلام، بيجي عن طريق التبادل يعني تبادل الافكار بيني وبين حضرتك. طب والاطفال اللي ما بيتكلموش بيتكلموا عن طريق ايماءات الوجه، بيتكلموا عن طريق الاشارات، بيتكلموا عن طريق لغه الجسد، بيتكلموا عن طريق العين، بيتكلموا عن طريق الايد. فلازم انمي انا ده عشان يساعد ان الطفل يتفاعل مع الاخرين بصوره طبيعيه او بصوره شبه طبيعيه. لان ما فيش دور الاسره هنا يا دكتور بيكون ايه بقى؟ ازاي ان هي تقدر فعلا تساعد الولد او البنت اللي عنده توحد ان هو فعلا يتواصل؟ هل هيكون في دور ليهم؟ طبعا هو ده دور الاسره، الدور الاساسي. طب مثال لدور من ادوار الاسره؟ دور تقبل الطفل اولا. المساعده يا دكتور تبقى ازاي؟ هي هتقدم ايه؟ المساعده هي بتتوجه لمكان بتاخد فيه جلسات او بتاخد فيه كورسات تدريب ارشادات اسريه. ازاي تعرف تتعامل مع الطفل؟ ازاي اطفال التوحد بالذات عاملين زي الباب المغلق. لو دخلت جوه الباب دوت او الباب اتفتح وانت شديت الطفل للعالم بتاعك، انت كسبت طفل خلاص بقى هو اللي راح للعالم بتاعك مش انت اللي دخلت العالم بتاعه. فلازم الاول الاسره تفهم ازاي او تعرف او تتدرب على ازاي تعرف تشد ابنها من العالم اللي هو فيه للعالم اللي هم فيه. طيب الاسر مش هتعرف، في ورش تدريبيه وفي محاضرات للارشاد الاسري في كليات الجمهوريه كلها. ممكن من خلال برنامجنا هنا يا دكتور احنا نعمل ارشاد اسري ان شاء الله في حلقات بقى جايه ان شاء الله حضرتك تعملي ارشاد وتدريب للاسره زي جلسات كده مكثفه ومنظمه ازاي تقدر فعلا تساعد الاخصائي ان تقدر تخلي الولد او البنت اللي عنده اوتيزم يتحسن من ناحيه التفاعل اللفظي والتفاعل الاجتماعي باذن الله. وانا عندي اكتر من نموذج لامهات اطفال ذوي احتياجات خاصه كملوا دراسات عليا كمان ووصلوا لمرحله الماجستير والدكتوراه عشان يساعدوا ولادهم بصوره علميه، بصوره عارفين يعني ايه اضطراب وعارفين يعني ايه يتعاملوا مع هذا الاضطراب. هو دكتور زي ما حضرتك قلتي اهم حاجه طبعا يبقى في ورش، او حتى لو ما فيش ورش موجودة. احنا من خلال ان شاء الله برنامجنا طبعا اولياء الامور اللي بيتفرجوا على برنامجنا وحابين قوي كلام حضرتك وحابين كمان احنا نكمل مع حضرتك في الحلقات اللي جايه ازاي الاسر تتدرب من خلال برنامجنا على اساس نعمل لهم جلسات ارشاديه يقدروا من خلالها يحسنوا العلاقه بينهم وبين اولادهم اللي عندهم اوتيزم. جلسات ارشاديه وجلسات تدريبيه وخطط تدريبيه تقريبية ان شاء الله نعمل خطه علاجيه كامله ان شاء الله من خلال البرنامج. دكتور شرفتينا ونورتينا وان شاء الله يتكرر اللقاء تاني باذن الله. اشوفكم بعد الفاصل وشوفوا التقرير ده، تقرير جميل جدا يعجبكم.